مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ككل يوم أحد مع برنامجكم الحواري حديث مع الصحافة. حلقة هذا المساء نخصصها للحديث عن فوز المنتخب المغربي يوم أمس على نظيره الإيفواري وتأهله لنهائيات كأس العالم المقامة في روسيا السنة المقبلة. للنقاش سيكون معنا اليوم سي أحمد مشكح، صحفي بجريدة المساء. سي أحمد، مرحبا بك. مرحبا أخ عبد الله، شكرا على الدعوة ومرحبا بمشاهدي القناة الثانية. شكرا لك لحضورك معنا. يسرنا أن يكون معنا أول مرة محمد روحلي، صحفي بجريدة بيان اليوم. شكرا سي عبد الله، تحية للجمهور الرياضي وتهنئة لجميع المغاربة بعد انتصار تاريخي. وأيضا يونس خراشي، صحفي بجريدة أخبار اليوم. شكرا على الدعوة، هنيئا للمغاربة بعد 20 سنة من انتظار. شكرا لكم الحضور. كنرى بأن كنا مجموعين بأنه كان المغاربة أمس داخل الوطن أو خارجها بأنهم شاهدوا المقابلة، ومن الأشياء التي تفرح القلب هي ذيك مظاهر الفرحة اللي شفناها في الشارع المغربي يعني يوم أمس، يعني بأنه مجموعة من الشباب اللي عندهم أقل من 20 سنة، وكما ذكر سيونس بأن آخر مرة تأهل المغرب لكأس العالم كانت في 1990، إذا واحد ملايين ديال المغاربة تزادوا مورا آخر تأهل لكأس العالم. بداية بغيت منكم واحد تعليق بسيط وقصير على المقابلة يوم أمس، كيف شفتوها؟ واش بأنه كنتوا واثقين من قدرة المنتخب المغربي بأن انتصار، أو لا بأنكم حتى نتوما كما كل شيء كان شاد الخلعة؟ واش بان لك سعد؟ أولا بالنظر للمعطيات التي ترافقت المباراة، فكانت كل الحظوظ كانت إلى جانب المنتخب المغربي. أولا لأننا كنا في حاجة لنقطة واحدة بدل ثلاث نقاط، ثانيا لأننا فزنا على المنتخب الإيفواري في نهائيات كأس أمم إفريقيا اللي كان كيشكل لنا عقدة، ثالثا لأننا شفنا في مباراة الكابون وقبلها مالي تلك الروح الجماعية التي عادت للمنتخب الوطني، رابعا وهناك مدرب اللي هو رونار عارف بخبايا الكرة الإفريقية ودرب المنتخب الإيفواري ويعرف بعض التفاصيل ديال هذا المنتخب. كل هذه المعطيات إذا قلنا بتجميعها، زيد على ذلك الدور الذي لعبه رئيس الجامعة الذي كان مرافقا للمجموعة الوطنية وقدم لهذه المجموعة الدعم المعنوي، بالإضافة طبعا للدعم المالي الذي توفره الجامعة، كان هناك دعم معنوي كبير وكبير جدا. كل هذه المعطيات إذا تم تجميعها نعتقد حظوظنا كانت وافرة لكي نضمن على الأقل التأهيل إلى نهائية كأس العالم. الحمد لله أننا ضمننا ولكن بفوز نتيجة وإقناع. نرجعوا النقطة هذه كاملة، المدرب، الجامعة، اللاعبين، نرجعوا لك كاملين فيما بعد. سي محمد روحلي، كيفاش شفتي المقابلة ديال اليوم أمس؟ كيفاش عشتيها؟ يكذب عليك شي واحد يقول ما كانش خايف. نعم طبيعة الحال. كلشي كان خايف رغم الضمانات ورغم التعبئة ورغم الإصرار ديال اللاعبين ورغم ثقافة الفوز اللي ولات في الفريق الوطني. كانت الخلعة لأن مسألة طبيعية، لأن كتلعب مقابلة رياضية فوق ملعب ماشي ديالك أمام خصم اللي عنده الإمكانية ديالو. خصوصا 15 دقيقة الأولى في المقابلة بأنه كان كل شيء ممكن. يعني طبيعة الحال الحسن والأسوأ. لأن الشيء اللي كنا مأكدين منه أن الفريق الوطني غادي يكون حاضر بإصرار ديالو بالقتالية، والظاهر خلال أداء ديال الفريق الوطني في المقابلة الأخيرة وأن يدرك الروح الجماعية، لأن النجم ولا هو الفريق، ما بقاش نعتمدوا اللاعب، يحضر أي لاعب اللي حضر كيقضي. ولكن ديك الإصرار، ديك ثقافة الفوز اللي زرعها رونار في اللاعبين، ثانيا حرص ديال الجامعة اللي جعلت اللاعبين أنهما حسوا بأنهم كيمثلوا شعب، بأنه كل شيء وراءهم، الحضور كذلك المكثف ديال الجمهور المغربي على أرضية الملعب، تعبئة ديال كل الطاقات الوطنية، رجعت ولات قضية وطنية، واللاعبين هذا الإصرار وهذا الشعور تسرب اللاعبين وكان معطى إيجابي، وطبعا الحركة نتيجة إيجابية، وكان انتصار في حقها في الوقت اللي كنا في حاجة إلى نقطة أننا خدينا ثلاثة نقاط وبهدفين لصفر. سيونس خرج، كنظن شخصيا أن الحلاوة ديال الرياضة وهي داك لومبيغويتي، داك الغموض اللي كيكون حول النتيجة في الملعب. ما كاينش مباراة كتربح على الورق نهائيا، وإلا فاحنا كنا متبعين هشام قروج مثلا، البطل الكبير جدا في أتين، وحنا القلب ديالنا كيضرب لأنه وفي آخر لحظة كنشوف داك مع برنار لاكات كيفاش وقع. ففي الماتش ديال كوت ديفوار بطبيعة الحال أنت عندك فريق جيد، عندك لاعبين مزيانين، عندك ظروف إلى حد ما مزيانة، عندك واحد الجمهور كبير غادي معاك كيشجعك إلى آخره، ولكن إلى لاحظتي راه حتى اللاعبين كانوا هذاك الإحساس اللي كان عندنا كان عندهم على الملعب. يعني بعض بأن ذاك الضغط اللي كان بعض اللعبة بأنه تحملوا ذاك الضغط اللي كان طبيعة الحال، لأنه كيشوفوا على أنه تعادل يكفيهم
ولكن التعادل الى بقيتي كتقلب عليه النتيجه خادعه جدا. فاي لحظه ممكن تسجل عليك هدف وتولي بحال ما درتي حتى شي حاجه. فالى لاحظتي اللاعبين كان عندهم هذا الوعي بهذه العمليه ولهذا بادروا باش يسجلوا وحالفهم الحظ وكانوا ناجعين وسجلوا الهدف الاول والثاني في واحد اللابس ديال الخمسه دقائق. هنا منين تحسمات الى حد ما، لان مع ذلك لاحظ رد الفعل ديال المدرب قال لهم خليكم رجليكم في الارض، لان المشاركه تتعلق بتاهل كاس العالم ماشي باي حاجه اخرى. في لحظه كره القدم علمتنا دائما هكذا، الى كنتذكروا معايا المباراه ديال فرنسا وديال المانيا في كاس العالم ديال 86، فالمباراه فرنسا ربحها بجوج، من بعد المانيا كتاهل الدور الاخر وهي كتربح بثلاثه بجوج. هذه هي حلاوه الرياضه والحمد لله على الفوز. لا هو نتفق على انه لا احد كان يعرف النتيجه، ولكن المعطيات المحيطه بالمباراه كانت مطمئنه بالنسبه للمغاربه، لا ننكر هذا الامر. نتحدث عن الضغط الذي مورس على اللاعبين، هؤلاء لاعبون محترفون يعرفون قيمه الضغط. زيد على ذلك الظروف التي وفرت لهذه المجموعه المغربيه ساعدتهم على تجاوز الضغط. لا ننسى على انه الجامعه وفرت طائره خاصه، هذا لا يتاتى لكل المنتخبات. الجامعه تتحدث عن مناح ماليه جد محترمه. الجامعه رافقت المنتخب الوطني الى مستودع الملابس، رئيس الجامعه كان يتواجد مع اللاعبين في الفندق على مائده الطعام في مستودع الملابس. كل هذه عوامل ساهمت في اقناع الجمهور المغربي على ان حدودنا وافره لكي نصل الى نهايه. قبل ما ندوزو للمنتخب الوطني، بانه الخصم المنتخب الايفواري بانه ظهر ماشي بهذاك الشكل اللي كنا كنتظروه، يعني ذكر ظهر بانه الشكل عادي، يعني بان حتى الفرص اللي وصل فيها امام مرمى ديال المنتخب المغربي فهي كانت قليله بزاف. يعني كيفاش كتفسروا هذا المستوى ديال المنتخب الايفواري اللي حتى شي واحد فينا ربما ما كان كينتظروا؟ لا هو تغيير في التشكيله ديال الاساسيه ديال المنتخب الايفواري، عفوا، لان المنتخب الايفواري في اعاده البناء وتحت اللاعبين حتى جيرفينو اللي كنعرفوه واحد من ابرز اللاعبين الان كان فاقد للايقاع ديال المنافسه الرسميه، واخا وكان محسن حظنا انه اضع اول فرصه لو كتسجلت كانت المعطيات كانت تقلب المقابله. قلت بان الفريق الوطني رجعت ليه واحد الروح، ربما نفس اللاعبين تقريبا، دائما كان عندنا جيل ديال اللاعبين ممتازين، دائما كان عندنا مدربين في المستوى. الفريق الوطني تعاقب عليه مدربين كبار اسماء، ولكن الخاصيه ديال ايرفيرونار انه كيعرف كيفاش يلعب على عقليه اللاعبين. وانا كنتذكر واحد المقوله قبل الرحيل الى الكابون في معسكر تدريبي كان في دبي، كان خطاب واضح من ايرفيرونار جمع اللاعبين قبل ما يطلعوا للطائره. شنو قال لهم؟ قال لهم الله يخليكم، اللي غيحط رجله في الطائره يتقاتل، اللي ما غيتقاتلش يمشي، ما غادي ناخذوا في حقه اجراء. ولاحظنا بين الناس حسات بديك الروح اللي رجعت القتاليه، ولا لاحظتي في الاداء ديال الفريق الوطني ضد وكاع في المقابلات الاخيره وخاصه ضد الكوت ديفوار، ان اي لاعب ايفوار كيجي الكره كيكون ثلاثه لاعبين حداه. علاش؟ كاين ديك الروح ديال الكوموندو قتاليه رغم الطقس اللي كان في حقاس قوي وصعيب بالنسبه والرطوبه العاليه. ولكن اشنو وقع؟ يعني مثلا ملي كنشوفوا مثلا المقابلتين الاولتين ديال التصفيات، تعادلنا الملقاين الاولين، تعادلنا مع الكابون، تعادلنا مع الكوت ديفوار، اشنو وقع؟ يعني دزنا بانه هذيك الساعه كان واحد النوع ديال التشاؤم في التعامل مع المنتخب الوطني، يعني بان خصوصا بان مجموعه كنا ما يسمى كانت تسمى مجموعه الموت. اشنو وقع داخل المنتخب الوطني باش تحول من هذيك التعادل بان الفرقه كانت شويه مزعزعه شويه، وصلنا المنتخب قوي اللي انتصر 6-0 واحد المقابله اخرى؟ اشنو وقع؟ واحد القضيه قالها السي احمد، اسمح لي، قالها السي احمد، هو الدور اللي لعبته الجامعه. رئيس الجامعه لاحظتي طيله الفتره الصيفيه ما جلسوش، اولا حل المشكل ديال زياش اللي كان مشكل كبير، كان كيهدد الفريق الوطني من الداخل. الضرر تفرض على ايرفيرونار انه يمشي يترك امستردام ويقنع ويجلسوا. واش الرجوع ديال زياش كان حاسم في المنتخب الوطني؟ كان جانب من الجوانب الايجابيه، واحد عنصر كان مشكل ديال قرار الاعتزال المؤقت ديال بن عطيه، قنعوا الرئيس بانه وجد. كان واحد سوء فهم او كان واحد مواجهه نوعا ما بين الصحافه وايرفيرونار، تحل هذا المشكل في واحد العقد، واحد الامسيه ديال اعتبروها صلح. اضافه لهذه بزاف الضمانات اللي تعطات وتحاطت بالفريق الوطني اللي جعلوا اننا يوصل لمرحله من المراحل الحاسمه انه يكون في الموعد وحقق انتصارات اللي رجعته في الصف الاول. اولا لاحظتي الاخ عبد الله، المغرب حقق
10 نقاط في اربع مباريات الاخيره. هذا كيبين وجوج نقاط في المقابلتين الاولتين، هذا كيبين انه كاين تحول. وانا كنعتقد انه المباراه اللي كانت فاصله وشكلت واحد النقله هي فوز المنتخب المغربي على الكوت ديفوار في كاس امم افريقيا، رغم ان المغرب لم يحقق تلك، لم يفوز بتلك الكاس، ولكنه قدم وجها محترما في تلك المباراة، وحتى في المباراة التي انهزم فيها أمام المنتخب المصري. من يومها بدأت الروح تعود لهذا المنتخب، وحتى المتتبعين بدأوا يقتنعون بالدور الذي يقوم به رونار، ولهذا وقع هذا التحول. اليوم نحن قمنا بجني هذا الثمار ديال التحول اللي كان إيجابي. صحيح كاين مجموعة عوامل سبق ذكروها الزملاء، ولكن العامل الحاسم في الأمر هو أن يعرف المدرب كيف يخلق من المجموعة فردا واحدا الروح الجماعية التي سادت في هذا. هذا هو السؤال بغيت نسولك، بانه كيفاش مدرب يقدر يخلق الروح؟ يعني متى بان شفنا مثلا كاس افريقيا وكان هذا واحد النموذج، بان كاس افريقيا ولا كيبان لنا منتخب كيتقاتل كما كنقولوا، يعني بان المنتخب شحال هذه كانوا كيلعبوا هازين بشويه عليهم، لو ريتم طيح بزاف، ما كاينش اللي كيبغي يمشي للكره. في كاس افريقيا شفنا واحد التحول، كيفاش يمكن المدرب بانه يحول عقليه داخل فريق؟ سيونس شوف العمليه ديال المدرب كيولي الليدر داخل المجموعه، لانه هو كيكون نموذج ومثال لهاد اللاعبين. في هذه الحاله هذه كاينه واحد الخلطه سحريه لحد ما، واستطاع المدرب انه يوصل الميساج للاعبين، داك الميساج ديال انه راه 20 عام هادي ما تاهلناش كاس العالم، هذا الجيل هذا راه فيه لاعبين الان اللي يمكن هذه فرصه الاخيره ديالهم، لان كاين لاعبين اللي لا اظن انه ممكن حتى في حال الا تاهلنا لكاس العالم ديال 2022 ما كنظنش غادي يكونوا موجودين، ممكن يكونوا في 2019 في كاس افريقيا، ولكن ما نظنش. فهذه العمليه هذه من حسن الحظ انه القيادات ديال المنتخب الوطني، ممكن تكلم على بن عطيه، على بوصوفه، على الاحمدي، يعني اكثر عندهم 34 عام، 33 عام. اللاعبين هادو هما اللي غادي يديروا 34 عام في السنه المقبله، بن عطيه هما اللي غيديروا القياده الثانيه داخل الملعب، فهما كيشوفوا راسهم على انه عندهم فرصه. هذه الفرصه هذه الا ما خداوش الامور بين ايديهم فغادي تضيع منهم. اللي كاين واحد النقطه مهمه جدا هو انه زياش كان هي ديك الرجوع ديال المنتخب، كانت ديك لاكلاك تورنو رجوع الروح، لانه كان ترتكب خطا ولحسن الحظ، لحسن الحظ لانه كلشي كيغلط، ولكن لحسن الحظ هو انه تطوى الملف بسرعه ورجع هذا اللاعب. وكنظن انه الحضور ديالو في المباراه ديال مالي كان ممتع جدا، وكان انتصار بستة الاهداف لصفر، خلى الجمهور على انه يثق بزاف في المنتخب ويشوع، لانه ملي كتسجل فانت خصوصا كما كتسجل ست الاهداف طبعا. غير لا سمحت لي تفضل اسمع. تفضل اسمع، تفضل اسمع. كاضافه اللي قال سيونس، احنا تعودنا سنوات لدرجه ولا ان التمثيل ديال الفريق الوطني مجرد كارت فيزيت. علاش؟ لان ما كانش واحد الحرص من طرف الجهات المسؤوله خاصة الجامعه، لدرجه بان الميساجات اللي كانت كيدوزوا بين اللاعبين نتلاقاو اكاش دوزوا وقيت اكاش يا مراكش. دابا الان رجعت واحد منا، راه كان واحد الصرامه، كان واحد الجديه. شخصيا انا ديما كنت كنقول، وهذا المنتخب كذب لي واحد المقوله ديما كنت كنقول، شنو هي؟ اننا ملي كتهتم على اللاعبين اللي كلهم كيجيو من برا ما كتاهلش فرق كاس العالم. من 98 كانت خليط ديال الفريق بين لاعبين تكونوا هنا واحترفوا ولاعبين البطوله، عطانا منتخب اللي تاهل اخر مره. من بعد تعاقبت مجموعه ديال الاجيال على الفريق الوطني ما تاهلناش. هذا الجيل كذب هذه المقوله وبين بان رغم ان اللاعب كيتكون في اوروبا، فبالاصرار والعزيمه والتضافر الجهود واللاعب وروح الكوموندو وثقافه الفوز، انا يمكن تجاوز كل مره. رجع معك هذه النقطه هذه ديال الثنائيه ديال اللاعب المحلي اللاعب اللي في البطوله الاجنبيه. غير قبل ما على قبل هذه النقطه هذه اللي تكلمنا فيما قبل، عوده الروح الهجوميه والقتاليه داخل انا كيبان دور المدرب. نحن كنا حينما تمت اقاله بدو الزكي من تدريب المنتخب الوطني، كنا كاعلاميين او جزء من الاعلام كنا ضد هذه الخطوه، واليوم بان على اننا كنا خارج الصواب، لم نكن يعني موضوعيين. يعني هذا نقد ذاتي للصحافه الرياضيه. انا اتحدث عن شخصي، لا وحتى الصحافه الرياضيه اللي كانت قاسيه. اليوم رونار ابان على انه مدرب كبير بقدرته على انه يصنع من اللاعبين اللي يمكن يعتبروهم متوسطين
الاداء خصوصا على المستوى الفين الانديه اللي تيلعبوا فيها. صحيح كاين بعض النجوم ولكن ماشي كلهم نجوم، ولكن صنع منهم واحد التركيبه اللي اصبحت قوه ضاربه. وقالوا الزملاء قبل قليل على انه كنت ملي كيتشد الخصم الكره فكيمكن يجيو ثلاثه اربعه ديال المدافعين، اي الروح القتاليه عادت الى المنتخب الوطني. هذه ما يمكن تاتى الا بفضل وجود مدرب يعرف كيف يؤطر هذه المجموعه. لا ننسى ايضا التأطير كما قلنا ديال الجامعة، لأن الجامعة حينما تقف خلفك تدعمك، توفر لك كل الإمكانيات، تشعرك أنك لست وحدك، فيمكن ما يمكن تعطي إلا نتائج إيجابية. غير إضافة بسيطة هو أنه لا بد أن نذكر هنا بالعودة ديال المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من خلال الرئيس فوزي القجع عندها دور؟ عندها دور كبير وكبير جدا. كيفش؟ على مستوى التحكيم على الأقل بدأنا نشعر أننا أمام حكام كيعطونا الحق ديالنا في الوقت اللي عشنا عقود وسنوات أننا نعاني من ظلم التحكيم. كنا حينما ننتقل لكي نخوض مباراة خصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء كان هناك خصم اللي هو المنتخب الخصم، وكان هناك خصم محتمل أو مفترض اللي هو الحكم. اليوم عشنا مع حكام موضوعيين منحونا يعني ما نستحقه، سواء مع الفريق الوداد الرياضي الذي فاز بكأس عصبة رغم بأنه كان واحد الشكوى من المنتخب من الأهلي المصري بأنه الحكم ظلمهم، وهذا المصريين معروفين دائما هناك واحد المشجب كيعلقوا عليه لا زائم ديالهم. لو لم يكن التحكيم لقالوا شيئا آخر، ولكن بموضوعية وبشهادة الخبراء ديال التحكيم كان الحكم الذي قاد مباراة الوداد والأهلي موضوعية وخاض المباراة بحكمة. نفس الحكم الذي صفر مباراة أمس بين المنتخبين المغربي والمنتخب الإيفوار. بغيت واحد نرجع واحد النقطة اللي طرح السي محمد روحلي، وهي النقطة ديال دائما اللي كانت عندنا في نقاش واحد 10 سنين ولا 15 عام وحنا عندنا هذا النقاش هذا، واش المنتخب يجب أن يكون مكونا من اللاعبين المحليين، ودائما كنبداو كنعطيو المثال بالمنتخب ديال 1986، أو لا بأن المنتخب يكون من أحسن ما هو موجود، وبالتالي أحسن ما هو موجود في نظر الناخبين الوطنيين هو الناس اللي كاينين في البطولات المحترفه. واش هذا الشيء اللي وقع يوم امس بانه وضع حد نهائي اولا النقاش حول اللاعبين اللي تكونوا في الخارج، وايضا فكره المدرب المحلي، يعني بان ما بقاش القضيه خص المدرب يكون مدرب مغربي محلي. شوف القضيه غتبقى دائما مطروحه، علاش؟ واخا هذا الشيء اللي وقع البارح واخا تاهلنا. غادي نقول لك علاش، لانه 20 عام وحنا غايبين على كاس العالم. اليوم خصنا بحدنا حنا فرحانين وناشطين، دابا خصنا نطرحوا الاسئله الحقيقيه. الا جينا اليوم نهزوا كلنا البندير ونقولوا كلنا بخير وعلى خير راه مشكله، لانه الان الحمد لله يعني كنهنيوا هاد الناس، كنهنيوا على هذا العمل الكبير اللي داروا، ولكن يا ريت الان في خصنا نجلسوا ما عندنا حنا ناشطين وفرحانين وعندنا متسع، والوداد مشات بعيد والمنتخب تبارك الله مشى بعيد، نريحوا ونجلسوا ونقولوا اجي نفكروا في المستقبل. لماذا؟ باش هذا الانجاز الكبير نرسخوه، ما نبقاوش نديروا 20 عام. لا سيدي، نقولوا كل 4 سنين ان شاء الله نكونوا حاضرين، وكل عامين نكونوا مزيانين في لاكان. فهذه العمليه هذه ديال واش لاعب محلي ولا اخره، بالنسبه للمدرب انا كنظن مساله محسومه. لماذا؟ المدرب كيشوف اللي جاهز، بالنسبه لي اللي جاهز، والدليل على هذا هو انه خدا بعض اللاعبين من البطوله الوطنيه. المشكله فين مطروحه بالاساس؟ راه ماشي عند اللاعب اللي هو جاهز ومغربي جاهز في اوروبا، عند البطوله الوطنيه. طبعا هذا موضوع اخر ولكن كيطرح نفسه. لا لا رجعوا لي رجعوا لي فوالا، انما بين قوسين غير باش لا غير هذا النقاش هذا، واش الان النقاش اصبح متجاوز؟ ما يمكنش. انا كنتفق مع يوسف، النقاش غيبقى مطروح، غير الاساسي الان هو استثمار هذا الجو الايجابي اللي خلق التاهل ديال الفريق الوطني وانتصار ديال الوداد. المشاريع اللي طلقتها الجامعه في السنوات الاخيره من مشاريع مهمه اللي دخلت تحسين البنيه، الدعم، تكوين الاطور، تكوين المدربين، مراكز تكوين، ولكن في المعادله الرياضيه النتيجه كتكون حاسمه. هذا الجو كله الايجابي تخلق بفضل ان الفريق الوطني تاهل والوداد ربحات، لان باش تعطيك دفعه لهذه الانجازات وهذه المشاريع خاصك اجواء ايجابيه وتحفيز، لان انتصار دابا ديال الفريق الوطني اللي كان عنده واحد الصدى يعني واسع المستوى عالمي وغير في المغرب، غادي يحفز مجموعه ديال الطاقات، مؤسسات، خبراء، كفاءات
المجال الرياضي في السنوات الاخيره ولا فقير من ناحيه الكفاءات والخبرات. علاش الناس هجرات المجال الرياضي؟ علاش كاين مشاكل الشغب، الاختلاسات، التسيير، سوء التدبير في الانديه، هذا كله هرب كفاءات وهرب مؤسسات باش ينخرطوا. هذا الروح اللي رجعت الان وهذا الانخراط ديال مختلف فئات والخروج العريض ديال فئات ديال الشعب المغربي داخل المغرب والخارج، غادي يخلق واحد الجو ايجابي غيسمح للمسؤولين ديال الجامعه انهم يخططوا ويبرمجوا في اطار واحد جو كما يقولوا اريحيه باش فعلا نوصل ذاك الهدف ديالنا. فعلا الجامعه حتى وان كانت بان ماشي شغلها ان تبني الملاعب تحسن الملاعب الارضيه والاناره، ولكن تخرطات ديالنا التجهيزات الاساسيه هي اساسيه في الممارسه الرياضيه. لا هو اولا خصنا نعترفوا ان هؤلاء مغاربه كيف ما كان الحال، مغاربه ولدوا بسبب من لاخر في ظروف خاصه في المهجر، لذلك من حقهم حينما اختاروا الدفاع عن الألوان المغربي أن يكونوا ضمن المنتخب الوطني، هم يرتدون القميص الوطني يدافعون عن الألوان المغربية. هذا النقاش يجب أن يتوقف، أننا يجب أن نعطي الأولوية للاعب المحلي. إذا كان اللاعب المحلي أكثر كفاءة من الذي سيأتي من فرنسا أو إنجلترا أو إيطاليا فمرحبا. نفس الأمر يتعلق أو ينطبق على المدرب أيضا. حينما يكون هناك مدرب عنده كفاءة وعنده تجربة إفريقية وعنده نجاحات إفريقية، لا ننسى أن رونار فاز بكأسين إفريقيتين، فيجب أن نفتح له الباب لكي يحقق نفس الإنجاز الذي حققه من قبل. بمعنى أنه علينا أن ننتقل من هذا النقاش، لأنه قال روح لي خصو يستمر. لا يجب أن يستمر، الذي يجب أن يستمر هو اللي عنده الكفاءة، سواء كان لاعبا ممارسا أو كان مؤطرا في أي مجال من المجالات. اللي المشكل فين كان وقع وفين تيوقع مازال تيوقع خصنا نتجاوزوه، هو أن نفسح الباب للذين هم أقل كفاءة من المغاربة. المشكل هو أنه بعض الأندية للأسف تقوم بالتعاقد مع مدربين هم أقل كفاءة من الأطر الوطنية. هذا نقاش آخر، يجب أن نعطي الأولوية للأكثر كفاءة، بعد ذلك ننتظر النتائج. والنتائج هي المقياس الكلي. فالمنتخب الوطني كيتقال في العالم ككل هو المرآة ديال اللعبة. فرنسا في إيطاليا حينما يصل المنتخب الوطني إلى القمة إلى كأس العالم فهي تعتبر إنجاز أكثر من أي إنجاز يمكن تحققه. مع الأسف الشيء اللي حصل الآن في المغرب، أنا عم أذكركم هذا هو الإشكال وخصنا نطرحوه. تفضل. الأسئلة الحقيقية خصها تطرح. نقول لك يونس العينوي لعب مع أوندي روديك، والناس اللي شافوه في استراليا غيقولوا مع راسهم هذا يعني مساله بسيطه، يقول لك هذا السيد كيمثل التنس في المغرب. فين هو التنس الان في المغرب؟ في مؤخرا هذه سنتين او ثلاث سنوات الرجاء لعبات النهائي ديال كاس العالم للانديه، واش الرجاء هي هذيك اللي كنا كنتسناو؟ وكيف كاين المشكل؟ واش كاين مشكل؟ واش يجب ان نستثمر هذا الانجاز؟ هذا هو اللي كنقولوا مزيان. هذا هو اللي كنقولوا مزيان، بمعنى انه لماذا انا كنحدد يجب ان لا ننام في العسل كما يقولوا ولا القدامى، لا راه هذا نستثمر هذا الانجاز لكي نحقق الافضل في المستقبل. لماذا؟ لانه الان كره القدم لاحظ ان الاسبان فازوا بكاس العالم ومن بعد طاحوا. علاش؟ لانه الخبراء في العالم كيجتهدوا بواحد الشكل خطير جدا، والناس كتبحث. لي زالمون مشاو لجامعه رياضيه على مستوى عالي وخصوا كل طالب او جوج طلبه خصوهم يقابلوا لهم لاعب من المنتخب البرازيلي وربحوا ب7-1 في كاس العالم. داكشي دار فرنسا فرنسا مثلا في 93 فاش كانت انهزمت وتقدم كاس العالم. هو حنا كنقولوا الجامعه يعني بان الا فهمت بانه السؤال اللي ممكن بان يطرح، واش مثلا فوز الوداد الاسبوع اللي فات بالكاس ديال عصبه الابطال الافريقيه وتاهل المغرب، هل هو ان المغرب على الطريق الصحيح وان المغرب الان ممكن بان يصبح قوه قاريه في كره القدم، ام ان هذا الشيء غير صدفه؟ المغرب انتصر صدفه، يعني بانه الوداد انتصر في 6 مقابلات، المغرب انتصر في 3 مقابلات. اذا شنو بالنسبه لكم؟ الا سمحتي، المشكل ديال الرياضه في المغرب عموما وكره القدم على وجه الخصوص ان انديتنا رغم العراقه رغم الامكانيات رغم الشعبيه ما تستطاعش ان تتحول الى مؤسسات قائمه الذات. فريق كبير وعطى امثله يونس ان الراجل لعبت نهايه كاس العالم الانديه الان كتعاني الافلاس. الانديه ماشي قويه من الداخل، ماشي مسيجه من التفادي للاختراقات او عبث بعض المسيرين. المسير في المغرب
ما عندوش بروفيل اللي جاي يسير اللي جاي يصبح رئيس كيف ما كان جي من ما جيتي شري المنخرطين دير الاغلبيه عود رئيس دير شكاره عود ولي رئيس علاش لان هاد الانديه ما مهيكلاش ما منظماش ما استطاعش ان ترقى الى مؤسسات مهيكله بتخصصات واحترام التخصصات الوداد الان فريق رائد على المستوى الافريقي ولكن واش الوداد مهيكله بواحد الشكل لان ضمن الاستمراريه لا الان يمكن نقولوا بان العبره بالنتائج اللي جا سعيد الناصري جوج الالقاب في ثلاث مواسم كاس عصبة الابطال غادي يلعب كاس العالم الانديه يعني كاين واحد النوع ديال الاستمراريه كاين ولكن مستقبلا واش الامر ماشي مرتبط بشخص اللي كنقول المشكل مرتبط بشخص نفرض بان هذا السي سعيد الناصري عيا واللي سبب من الاسباب مشى من الوداد اش غيوقع في الوداد نفس الشيء سي محمد مع المغرب تطواني لعبت كاس العالم الانديه مباشره من بعد المغرب تطواني فينا وخصنا نطرحوا واحد السؤال اخر هل الإيقاع الذي تسير به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هو نفس الإيقاع الذي تسير به الأندية على مستوى التسيير والتدبير خصنا نقلوا تجربة الجامعة لأنها نجحت وعطتنا اليوم منتخب وطني في نهائية كأس العالم بعد 20 سنة يجب أن ننقلها إلى الأندية واليوم هناك مشروع ديال الجامعة لكي تحول الأندية إلى شركات هذا المشروع تنعتقد أنه لو سار في الطريق السليم ديالو بدون يعني منغصات لأمكننا أن ننتقل لما قاله الرحلي هو أن يكون عندنا أندية مهيكلة وعندها قدرة أنها تحقق نتائج باستمرار وليس بشكل يعني عرضي هكذا وصدفة ولكن خصنا نأكدوا على أنه الإنجاز اللي تحقق اليوم لم يكن صدفة بل هو بني على واحد المسار كبير وكبير جدا وعلى إمكانيات وعلى واحد مشروع جاء به رئيس الجامعة لكي يقود هذا المنتخب إلى نهائية كأس العالم لا ننسى على أنه فوزي القجع هو اليوم هو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بدل من يكون رئيس آخر فهو الذي اختار أن يلعب هذا الدور من أجل أن يحقق الهدف الذي وضعه نصب عينه رابعكم المقابلة ديال أمس وحتى المقابلات الأخرى يعني بأنه ولا شاهدنا من الأرقام اللي كتلفت النظر هي بأنه المنتخب المغربي لم يتلقى هدفا واحدا في الإحصائيات هذه كاملة يعني واش النجاح المنتخب المغربي الآن مرتبط بالقوة ديال الدفاع دياله والوسط الدفاعي دياله لا هو على المستوى التكتيكي والمناهج الجديده ان الدفاع ولا منظومه لا ترتبط فقط بالرباعي ديال الدفاع لان منظومه تقنيه تخطيط اللي كيخلي الفريق الوطني انه ما يعانيش ذاك الضغط ثانيا ذاك التكامل اللي ولا بين بين بين, بين اللاعبين ديالو على مختلف الوصول في اول خط دفاع الدفاع الفريق الوطني هو خط الوسط كما ان المهاجمين اللي في الاجنحه الى شتي البارح مرابط راه كلا داك ديال المدافعين كلا بالنسبه لي كانوا احسن لاعب في مقابله كلا لان هذا اوري من احسن المدافعين في العالم قيسان ولكن مع المرابط ما كانش قد ظهر غنيا فكنظن بان الى غنرجعوا ثاني النقاش ديال افضليه ديال ولا الخبره ديال ايرفيرونار فظهرات على المستوى ارضيه الملعب وقلت بان القتاليه والاصرار وثقافة الفوز اللي زرع وسط اللاعبين والحرص ديال الجامعة في الحضور والتتبع والدعم ديال الجمهور كانت عوامل حاسمة اللي عطاتنا ذاك الفريق الوطني اللي جعل كل شيء المغاربة يفتخروا به. سيونس كنظن مسألة عادية جدا ديال الدفاع حاليا إنجاز كبير ولكن اللي عادي هو هاد القدرة على أنك تطبق واحد تكتيك معين داخل الملعب. بلاعبين اللي من هذا المستوى الكبير احسن وسيله للدفاع انا ديما كنقولها ماشي الهجوم هي تسجيل الاهداف ملي كيكون عندك مهاجمين طراز ديال زياش وديال بوطياب ديال مبارك بوصوفه ديال فشنو بقى للفريق الاخر مثلا فين غادي يتقدم مازال هو كيحس انه عليه واحد الضغط كبير في الخلف الى لاحظتي اي منتخب لعبنا معه في المرحله الاخيره كتحس بانه بلا ما يشعر كيرجع للوراء لانه سينو غادي يخلي واحد المسافه اللي بسرعه كبيره كتستغل هو الهدفين الايجابي ان الهدفين تسجلوا من طرف مدافع لدرجه بان الجمهور وكتعرف روح الدعابه اللي على الجمهور المغربي شنو قالوا؟ لا بالاضافه انه كدير روسيا قال لك بان القمر الصناعي اللي درناه ديال محمد السادس
ولي ورا اللاعبين من يضربوا لنا بين الهدفين كيف سجلوا بواحد الطريقه في حقها صعيب باش تعاود تكررها. قلنا له الهدف الاول اللي سجل الدرار كيفاش كره دارت طاحت في الشوكه يعني باستي الكره اللي كانت بتيليكوموند غدا ديال بوصوفا عند الرجل ديال العطيه في الحقيقه هدفين من طرف مدافعين وبواحد الطريقه في حقها اللي كانت ما خلاش يعني هذا شيء ايجابي بان احسن المدافعين قادرين انهم يسجلوا في المنتخب. لا هو غير مساله الدفاع. صحيح انه المنتخب المغربي اليوم استطاع انه يوفر واحد الخط دفاع متجانس بالكثر من هذا حتى خط الوسط متجانس وخط الهجوم. لماذا؟ لان المدرب نجح في الفترات الاخيره انه يعطينا واحد التشكيله لا تتغير كثيرا، لانه عشنا مع مدربين سابقين واحد التجربه ديال اكثر من لاعب. يمكن الى درنا واحد العمليه احصائيه نوصلوا للمئات ديال اللاعبين الذين حملوا القميص الوطني في الفتره الاخيره. يعني كان مستحيل واحد الوقت بان احنا الجيل ديال 86 والجيل ديال 94 كان المنتخب كان كيبان لك معروف. واحد الوقت بقينا يمكن بان يكون عندك 20 منتخب 20 صوره ديال المنتخب وحتى شي لاعب ما كاين في الصوره. ولكن اليوم وصلنا لهذا المرحله. اليوم وصلنا لهذا المرحله. اليوم اي مغربي عاشق ومتتبع يقدر يقول لك لا سيليكسيون ناسيونال شكون فيها. وحتى في اخر مباراه امام الكوت ديفوار نجح رونار انه يحافظ على التركيبه التي فازت على المنتخب الغابوني، بمعنى انه لم يغير ولا عنصر واحد حتى المدافع حكيمي. وهذا ما عندناش مشكل في المدافع الايسر اشرف حكيمي، يعني ما كيلعبش في المركز ديالو. اولا لا يلعب في المركز ديالو، ثانيا ارضيه الملعب لا تساعد، ثالثا تجربته القصيره في المنتخب الوطني لا ننسى انه يخوض المباراه الثانيه ضمن المنتخب الوطني. كل هذه العناصر يمكن اثرت سلبا على العطاء ديالو، ولكن مجيئه من ريال مدريد هو واحد كارت فيزيت اللي اولا تدعمه هو نفسيا وتخلق للخصم كذلك واحد نوع من الارتباك. هذه كانت المقابله الثالثه. نعم المقابله الثالثه بعد مالي والغابون ثم الكوت ديفوار. ولكن في العموم هو مدافع يمكن يكون افضل في الرواق الايمن، ولكن في الرواق الايمن كاين واحد كبير سميتو ضرار، لانه الهدف الذي سجل فهو من الاهداف الجميله والجميله جدا. كيتذكر بهذاك الهدف ديال امزي اللي كان سجلوا ضد الجزائر. واخا المهاجم بوطيب يعني قام بواحد الدور يمكن نعتبره معنوي ورمزي، لانه ارتمى على الكره والحارس كان عنده تركيز على انه الضربه الراسيه ديال بوطيب، فهذا كله ساعد ان الكره تمشي. من حسن حظنا انها ضربات في الارض وسجلات، والهدف اللي نقص من الضغط على اللاعبين ولا على الجمهور ايضا، لانه الجمهور المغربي سواء في المدرجات في كوت ديفوار او هنا عبر شاشه التلفزيون كان على اعصابه، ولكن الهدف خففها من تلك. بالنسبه للدفاع ايضا واحد القضيه هي ديال بن عطيه، واش الدفاع المنتخب المغربي بن عطيه هو نفسه بدون بن عطيه؟ شوف قائد وسط الملعب ضروري. صحيح ان كان الهجوم على بن عطيه في خلال كاس افريقيا بالغابون، وكان هجوم شرس بعد الخطا اللي وقع ديال الهدف ديال مصر، ولكن حضور قائد داخل الملعب ضروري. خبرته، سمعته، تاريخه، تجربته مع الفريق الوطني، الانديه اللي كيلعب فيها تسمح لي يكون ذاك القائد، وفعلا كان في المواعيد. انا شخصيا تفاجأت بالعطاء ديال بن عطيه. ما كانش غير حاسم على مستوى الهدف الثاني اللي اراح الفريق الوطني، وكان الدور يلعب في قلب الدفاع، كانت تدخلاته كلها حاسمه. كان يعني ثانيا القائد ديال الملعب، لان ما غاديش ما كاينش مقارنه، الاجيال تختلف. كان عندك نيبت كان عندك نيبت قائد حقيقي، مدرب ثاني داخل الملعب، فبقينا كنقلبوا على ذاك القائد. من حسن الحظ ما تعطلناش بزاف، جا بن عطيه كيمثل فعلا وكيقود هذا الجيل اللي في حقه اللي كان رغم بانه بدنيا ما كانش واجد 100%. ما كانش واجد، راه قالوا بان هو قسم بانه يلعب برجل وحده، ولكن فعلا كان في المواعيد وفي حقه يعني كان واجد وخلق ديك الروح، ساهم الى الشكل اللي خلق ايرفي رونار انه يكون ذاك القائد داخل الملعب وكيوصل ذاك الرسائل اللي في حقه اللي كيحاول يمررها لا رئيس الجامعه ولا ايرفي رونار. سيونس بالنسبه للقضيه ديال الدفاع ديال المنتخب كنظن انه كما قلنا على انه ليكيب كلها كدير الدفاع من خلال الهجوم، انما لا احد يمكن ينكر الوجود ديال القائد بحال هذا، لانه ملي كتقول بن عطيه كتقول لاسيونس دا لا سيرينيتي، كتحس انه بنفسك مطمئن الوجود رجل بحال هذا. فلو ما كانش مثلا بن عطيه انا متيقن
انه غيكون عندنا واحد شويه ديال القلق، ولكن ملي كتشوف بن عطيه حاضر خصوصا في هذه الحاله هذه، انسان اللي هو مصاب ويصر على انه يكون مع الزملاء ديالو، فكنظن هذا كيخليهم يزيدوا يتشجعوا ويزيدوا يحسوا بالثقل ديال المسؤوليه. يقول لك ها هو زميل ديالنا مصاب ومع ذلك يصر على انه يحضر في هذا اليوم ديال الحسم، فحنا يمكن خصنا نزيدوا نبذلوا الجهد باش نكونوا معاه. يعني هذا التكاتف هذا راه هذه الروح اللي كتعطي الفوز. وبالنسبه للخط الوسط بان كاين واحد جوج لعابه اللي واحد الوقت كان المستوى ديالهم نزل بصوفه وبالهنده، الان بانهم رجعوا بحال عند الولاد عندهم 20 عام، يعني رجعوا لذاك المستوى الاول اللي كانوا فيه وربما احسن. هو بالهنده واحد من اللاعبين اللي اكتشفهم الجمهور المغربي الان في اخر مباريات عاد ظهر بالهند الذي كنا نتابعه في الدوري الفرنسي، لانه سنوات وهو كان عنده دائما حظ انه يكون ضمن المنتخب الوطني مع اي مدرب من المدربين، ولكن لم يقدم الوجه الراقي ديالو الا في المباريات الاخيره. بوصوفة هو كذلك واحد من الذين يقودون المجموعه من الداخل، إضافة إلى الدور اللي كيلقوا به بن عطية، فبوصوفة أيضا هو قائد كبير وكبير جدا من خلال تحت اللاعبين ودعمهم ومساندتهم داخل رقعة المستطيل وحتى الضربات وحتى اللعب بالروح. بوصوفة رغم تقدمه في السن فكتشعر أنه يلعب أكثر من جهدي بأنه كيلعب في الخارج، ماشي مشكل يعني ماشي نهاية هذيك الأسطورة ديال بان لاعب كيمشي للخليج صافي، بان هذيك النهايه ديال المسار ديالو. هو رونار رغم انه عنده واحد وجهه نظر حول اللاعبين المتواجدين في الخليج العربي لانه مقتنع بالدور اللي لعبوه ولعبوا اللاعب بوصوفه، بدليل هو انه باستثناء بالامس كان نسبيا بعض متواضع نسبيا، يمكن ظروف ما كنعرفوهاش كثير، ولكن قبل هذه المباراه كان كبير وكبير جدا وقدم منتوج كروي محترم جدا. لا الخبره ديال اللاعبين بجوج ولا من حسن ولا من سوء الصدف ان اللاعبين بجوج ذكرتي الان ما كانوش في اداء ديالو في مستوى كبير يوم امس، ما كانش ربما كان عانى الفريق الوطني من بعض اللحظات ونزل الضغط على كثير على احمدي. ولكن المسار ديالهم والعطاء ديالهم في المقابلات الاخيره كيغفر لهم، بالعكس كانوا رائدين كانوا في مستوى العالي، خصوصا بوصوفه نزل تقل الوقت اللي كان الفريق الوطني في واحد الفترات من بعد المقابلات ما كانش في مستوى، ولكن بوصوفه كان دائما حاضر، ربما يستمد ديك القوه ديالو الاصرار ديالو من الاصل ديالو من قلميم، ديك الصلابه والقوه والاصرار ظهر لي في العطاء ديالو رغم قصر القمه ديالو رغم تقدمه في السن، دائما هذوك النفس الطويل داك قدم ميسي في الطول. قلت بان ربما هذيك الخاصيه ديالو عطات الفريق الوطني داك النضج على المستوى بالاضافه الاحمدي وبالهنده، داك النضج اللي مطلوب في اي خط وسط في العالم، الا عندك خط وسط كتلعب بهذوك اللاعبين ناضجين وتكتيكمون فور كتكونش كتخاف. لا هو غير نختلف مع الروح لي بشان بالهنده، انا كنعتقد انه بالهنده تحمل الثقل ديال المباراه في الوسط لكي يعطي للزياش الكثير من الحرية باش يلعب بالطريقة ديالو، لأنه زياش لم يكن وسط ميدان يدافع أكثر مقارنة مع بالهندة. بالهندة حتى قوته الجسمانية ساعدته أنه يؤدي الدور ديالو. اسمح لي باش نحكموا أساسا، حنا كنديروا انطباعات تماما، حنا ما كناش في الملعب، حنا كنشوفوا في التلفزيون. تحدث عن المباراة، بالهندة أضاع مجموعة ديال الكواري كانوا ساهلين، لي باس كانوا ساهلين أضاعهم. هادشي علاش قلت أنا هذا الحكم هذا، بالعكس هو لاعب متميز استرجع الثقة ديال الجمهور. حيت هذه سنوات كان واحد السخط عاد كان واحد الوقت ما عندوش واحد الشعبية كبيرة داخل المنتخب المغربي. الآن رجع ديك الشعبية ديالو، رجع ديك الشعبية في المقابلات الأخيرة. كيرجع اللاعب كيفاش كيكون، شنو هي ظروفه الاسريه الى اخره، كيفاش كيلعب مع الفريق ديالو، واش حاضر واش يقدر يغير الفريق ديالو، ما عندوش تنافسيه. فاز ايفيكتيفمون في واحد الوقت معين كان نزل المستوى ديالو. بالنسبه للبوصوفه ف لاعب جميل جدا، علاش؟ لانه يلعب بالخبره ديالو اكثر من اللي كيعول على الطاقه البدنيه ديالو، فكتلاحظ انه ذاك الاسباس فاش كيدور بنعطي بوصوفه ماشي كبير بزاف، انما مع ذلك كتلقاه بحال شي فراشه، يعني كيتنقل بواحد سلاسه وبواحد هدوء بواحد الاسباس اللي هو ضيق جدا، ولكن راه فعلا انا احيانا كنتسائل كنقول كيفاش هذا اللاعب مازال
فوق خصوصا البارح الى لاحظتوا في نهايه المطاف راه خرج فوق الحماله فكنقول كيفاش مازال هذا اللاعب واقف على ذاك المصطفى الا شتي في كاس افريقيا الوقت سجلنا على الكوت ديفوار خرج كيبكي من اللاعبين القلال غير المعلومات بوصفه راه ماديا زعما الله يزيدو لاعب يعني ماشي هذا المستقبل يعني يلعب في اعلى المستوى في روسيا باقي كيلعب بالقلب وبالروح هذه هي الخاصيه وهذا هو الخطاب اللي كيخصو بالنسبه لخط الهجوم خط الهجوم مش بانه بان المنتخب سجل اليوم امس مدافعين اللي سجلوا واش ما كيطرحش هنا اشكاليه ديال قلب الهجوم واش مطيب واش هو قلب الهجوم اللي هو ممكن بانه يعطي في كاس العالم المقبله او لا خص التفكير في قلب هجوم اخر مثلا بن شرقي مثلا لا هو بوطيب كيقوم رونار حينما اراد تشكيل او تكوين هذا المنتخب فقام باختيار قطع غيار كل قطعه كتقوم بواحد المهمه ديالها بوطيب هو قطعه غيار تقوم بمهمه ازعاج خط الدفاع واسقاط الكرات للخط الثاني لا ننسى انه بوطيب نجح في هذه المهمه خصوصا في المباراه ديال الكابون وفي المباراه ديال الكوت ديفوار قلب هجوم ليس مطلوب منه دائما ان يسجل بل مطلوب منه انه يدير الفراغات للقادمين من الخلف هذا هو الذي يصنعه بوطيب وكنعتقد انه ادى الدور ديالو حتى بالامس كما يجب مقارنه مع بن الشرقي بن الشرقي لا يتوفر على البنيه الجسميه على مستوى الطول ولكن اول مقابله ليه اللي كتعطيه انه يكون بديل يعني 100% يمكن يكون احتياطي ولكن ما يمكنش يكون هو الاساسي مقارنه مع بوطيب من وجهه نظر خاصه يمكن انا اتحدث بانطباعي كما قال الروح لست تقنيا ولكن تنعتقد انه حينما يقوم بوطيب بذلك الدور اللي فيه ازعاج للخط الهجوم وتوفير كرات تلك الساقطه للخط اللي ياتي تنعتقد انه ادى المهمه لا غير بالنسبه لبن شرقي بن شرقي هو لاعب امكانيات ديالو يمكن يلعب نف ادمي في الكره الناس التقنيين كيعرفوا يعني بحال شكون اللي كان صلاح الدين البصير في بوطيب تم اللجوء ليه نظرا لاصابات بعض اللاعبين من معليوي من بوحدوز ديال بوحدوز مزيان لاعبين تم اللجوء ليه وكان في موعد في المقابله ديال الكابون هنا في الدار البيضاء انا بدون شك ان التشكيل والتصور والتكتيك اللي لعب بي ايرفي رونار ويخوض مقابله افريقيه غيختلف في كاس العالم كون مأكد تينا كاس على مباريات اخرى خصم اخرين ارضيات مهيئه جو تقريبا مناسب ما غاديش نلعبوا في بين قوسين وكنعتذر هو الادغال ادغال عند موالي عند الكوموندو ديالها التشكيل غادي يختلف مؤكد حتى ربما يمكن ايرفيرونار عنده قطع غيار اخرى عنده لاعبين جاهزين في المخيله في المفكره ديالو وعنده في بنك الاحتياط وبالتالي فالتصور والتشكيل اللي غادي يلعب به ايرفيرونار في كاس العالم غادي يختلف تقريبا نهائيا وغادي بصفه قطعيه لان معطيات اخرى مقابلات اخرى خصوم اخرين وافاق اخرى اللي يمكن تلعب امام اللاعبين والمؤكد نكمل الفكره ديالي المؤكد بان حتى اللاعبين غادي يكون عندهم واحد الحماس زائد ديالنا غادي علاش كاين فرص اخرى للانتقال للتسويق للوصول الى العالمين لو خصنا نتفقوا على انه رونار نجح في اختيار هذا القطاع الغيار بوطيب اذا لم يكن قد سجل بالامس فادى مهمة ديالو التي طلبت منه هو انه يزعج الخط الهجوم ويوفر الكرات للعناصر ديالو لذلك ففي كل لاعب من اللاعبين اللي اختارهم رونار نجحوا بنسبه محترمه في اداء المطلوب منهم في هذه المباراه بالنسبه لنا يعني ما خلو لي زملاء ما نقول ولكن كاين راه كاينين لاعبين اخرين اللي ممكن يؤديوا هذاك الدور بالنسبه لبن شرقي ما كنشوفش انه اتاكون دو بوينت لانه حتى مع الوداد راك شتي كيفاش كيخترق من سواء من الجهه اليمنى او من الجهه اليسرى كيهيئ كرات هو لاعب اللي عزيز عليه يجي من الخلف كياخذ الراحه ديالو كيجي عاد باش كي ففي هذه الحاله ان اتاكون دو بوينت كيسجل نصف او ربع فرصه بشكل ديال بوطيب الان او بواحد الدوز او وكيدير هذه العمليه قال لك سي مشكاح كيدير عمليه ديال الازعاج دائما كما قلنا قبيله الدفاع كيبدا من هنا لما كيكون عندك مهاجم بحال هذا فاكيد هما ليزيفوارين كيعرفوه مزيان وشافوه في لي سي دي الى اخره فكيقول لك ما يمكنش انا واحد بحال هذا نخليه براحته ونزيد نتقدم للامام هذا هو الدور ديالو هذا هو المطلوب منه اضافه على بوطيب
قلب هجوم على المستوى كل الاحصائيات المستوى الاحتراف صح سجلتي كيقول لك عطيتي باس خلقتي مشاكل درتي لي زيسباس وكيف محصل انها هي كتحس ماك سجلتي انت قلب هجوم جيتي بالسجل بوطيف اول اعتمادك رسمي منذ البدايه سجلت ثلاث الاهداف خلى الاطواق كلهم تسلط عليه لدرجه انه ولا ديمنا منتخب ديال الاقصائيات ولا منتخب ديال القاره في ظرف قياسي ولا نجم بسرعه بيان سور لان علاش انه سجلت ثلاث الاهداف ان قلب هجوم اللي ما غيسجلش مشكل شكون غيسجل صحيح ان عنده واحد الدور انه كيهيئ دير لي سباس كيخلق مشاكل للخصم كيهيئ الظروف كيعطي الكره الثانيه للاعبين الاخرين ولكن انت اولا قلب هجوم صريح خصك تسجل كاين واحد لا غير لو سمحتي لي هذه فرصه باش نحييو المدرب حسين عموته مدرب الوداد اللي نجح في توظيف بن الشرقي في واحد المكان اللي اليوم نحن نتحدث عنه وبالامس رونار اعتمدوا في نفس المكان لانه عموته كان مكرها على توظيف بن الشرقي في ذلك المكان حينما أصيب له اللاعبون حينما غادر بعض اللاعبين خص الأفارقة فوجد الرجل نفسه أمام واحد الوضع استثنائي وأمام واحد يعني المجموعة اللي خصو يتعامل معها هذا ما حدث فوظف بن الشرقي التوظيف الأمثل والأحسن هو اللي اعطانا كأس عصبة الأبطال الإفريقية للوداد وهو اللي خلى رونار ينتبه البن الشرقي ويوظفه في نفس المكان الذي وظفه في عمرو هذا واحد السؤال بغيت نسولكم بانه تكلمنا على البطوله الوطنيه وبانه عاده الفرق الوطنيه البطوله الوطنيه هي اللي كتغذي المنتخبات يعني بانه علاش ما استطعناش لحد الان في المنتخبات يعني مده هذه مده ربما من 94 98 ما استطعناش بان البطوله الوطنيه ان تنتج لاعبين على مستوى عالي يقدروا يلعبوا في مستويات عاليه عالميا يعني مثلا من الوقت ديال النيبت اللي مشى ديبورتيفو لا كورنيا وكان ممكن بانه يمشي الفرق اكبر من ديبورتيفو لا كورنيا ما كانش عندنا قدره بان نصدروا لاعبين كما بان مجموعه الدول مثلا بحال ساحل العاج عندها قدره اكبر منا تصدير لاعبين الفرق الكبرى علاش البطوله الوطنيه غير قادره حاليا على انتاج هذا النوع من اللاعبين اللي يلعبوا على مستويات كبرى المشروع ديال الجامعه الان هو يسير في هذا الاتجاه هو ضعف التكوين مشكل كان كبير على مستوى ضعف التكوين داخل والدليل بان الفرق اللي كانت معوده عندها مراكز تكوين او مدارس فالان مابقاش قادر على العطاء يعني كتلقى الموهبه كاينه بعد نعطيك واحد مثال اخر كتلقى جيل ديال اللاعبين على مستوى الشبان ولكن ما كيوصلوش علاش عوامل اخرى كاين ثاني من شكون شنو العوامل هذه كاين كثير اول شكون اللي كيكون هذوك الناس لانه هذا هو المشروع ديال الجامعه الان ان داخله في التكوين ديال الاطر المدربين ومختلف التخصصات علاش كاين ضعف التكوين على مستوى الانديه الثاني يمكن واحد التغيير على مستوى عقليه الشاب في المغرب نعطيك مثال مراكز التكوين في افريقيا داك الشيء لحد الادنى حد الادنى يعني على مستوى الامكانيات بنايه يعني عاديه وامكانيات وكيكونوا اللاعبين حنا لا حنا راه كتجي هنا بلا ما نسمي اكاديميات توفر امكانيات كبيره خياليه بالنسبه للمقارنه الواقع الافريقي وما عطاوش نتائج المستوى اللي كنتظروا هاد الاخفاق هذا هو اللي الان الجامعه كتحاول انها لدرجه من الجامعه الان واش باغي الجامعه تسير في الانديه بان لان عينات مدير تقني مدير تقني وكتحمل المصاريف ديالهم عينات اطر وكتحمل المسؤوليه علاش لان عرفت الانديه ما تلاش قادره انها تعطي لاعبين ما تلاش قادره تعطي التكوين وبالتالي ما تلاش قادره تعطي منتخب محلي ولكن شنو المشكل يعني بانك ملي كتاخذ الماده الخام يعني مثلا ملي كتاخذ مثلا اللاعبين المغاربه ملي كيكونوا شباب يعني 14 عام 15 عام كتشوفهم كتقول هذا ميسي ولا روماريو ولا يعني شفناها يعني في التسعينات وفي الالفينات شفنا مجموعه من اللاعبين راه لعبنا اللي نصف نهائي كاس العالم تماما شنو هذوك هذوك اللاعبين غبروا ما بقيناش كاع شفناهم هو ما كاينش فين كاين الخلل فين كاين المشكل انا نختلف مع الروح اللي ماشي ضعف التكوين كاين فقر في التكوين ما كاينش تكوين اليوم الانديه اللي كنسميوها كبرى اغلقت مراكز التكوين ديالها الرجاء والوداد اليوم بدون مراكز التكوين هذا عيب عيب للكره المغربيه لذلك ما قاله الروحلي هو انه الجامعه الفقر والضعف الفقر هو ما كاينش من الشيطان اقل من الشيطان ماشي ما كاينش على هذا اللاعب بن الشرقي من جا ولا هذا اللاعب من جا لا اسمح لي بن الشرقي جا من المغرب الفاسي والمهم تكون جا من حسن التقدير تكون في لا لا انا كنتحدث على مراكز التكوين القائمه الذات اللي عندها اوتور ديالها ما عندناش مراكز التكوين اللي عندها اوتور ديالها باستثناءات قليله اليوم اكاديميه محمد السادس تقوم بواحد الدور اللي مازال كنتظروا تعطى نتائج اكبر ونتائج افضل ولكن بالامس القريب كانت الرجاء عندها مركز ديال التكوين اليوم هو مغلق علاش تغلق هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحوه
السؤال لانه كاين سوء تدبير لانه كاين سوء تدبير داخل الانديه. وتحدثنا على هذا الموضوع قبل قليل، قلنا على انه الايقاع الذي تسير به الجامعه ليس هو الايقاع الذي تسير به الانديه. يجب على الانديه ان تذهب في اتجاه انها تكون، وباش تكون خصها مكونين ايضا، وباش يكون عندها مكون خصها امكانيات ماليه، بمعنى انه التدبير ديال المؤسسه هو اللي خصو يكون حاضر. هذا التدبير هو الغائب في بعض الانديه، ان لم نقل في جل الانديه المغربيه. سيونس بالنسبه للقضيه ديال التكوين الانديه والتكوين وضعف التكوين، يعني التكوين هو الاساس. التكوين ماشي الجامعه بوحدها، ماشي العصبه بوحدها، الدوله ايضا خصها دير يدها في هذا الباب هذا، لانه الان الصين كتوجد كاس العالم ديال 2030 بواحد الافق ديال ميمكنش الصين دوله عظمى ما تاخذش ما تديش لاكوب لاكوب ديفون، ما كيتاهلوش ولكن راه كيوجدوا كونت لا شين سيفيرا لو مونتروم لو غير واي ترومبل ديجا فوالا. شوف الناس شنو مشاو داروا، بداو من حيت خصنا نبداو، بداو من الرياضه المدرسيه. حنا المهم كنبقاو كنسدوا على هذا الباب، ما كنبغوش نرجعوا ليه لانه مؤلم جدا. احنا ما عندناش رياضه مدرسيه اللي رافد الانديه براسها هي كتعطي. قبل سنوات كان كنظن في 92 دار حسن حرمة الله الله يذكره بخير واحد الدراسه تشخيصيه الواقع ديال كره القدم في المغرب. من بعد منين جينا بدينا كنتكلموا على التكوين داكشي وهذا، قلت له ودي راه كاينين الناس راه كيديروا مراكز التكوين. قال لي واش ممكن نديروا مستشفيات بلا ما نكونوا اطباء وممرضين والناس اللي متخصصين في الاسعاف؟ لو دي عندك الحق. هذا اشكال بنيوي، ما يمكنش تجي تقول لا الجامعه ولا العصبه ولا كذا ولا كذا، ولا حتى مثلا لما كنقولوا الانديه حقا الانديه راه ما كتكونش، راه ماشي هذا الشيء بالاختيار ديالها، هذا كيكون توجه ديال الدوله. ما كان خصني نكون يعني قضيه سياسه عموميه فوالا. ملي كنقول لك سياسه عموميه راه وزاره الشباب خصها تنخرط. شنو كدير اللجنه الاولمبيه؟ شنو هو الدور ديالها؟ كل اربع سنين كتجيب كتشري تونيات وكتعطيهم للناس وكتقول لهم يلا الالعاب الاولمبيه. شنو الدور ديال الوزاره؟ فين هو الدور ديال وزاره التربيه الوطنيه؟ الدور ديال وزاره الداخليه؟ ديال وزاره السياحه؟ هذو كلهم راه هاد الان الوداد مثلا لما تاهل وتمشي تلعب باسم المغرب كتمثل المغرب. لما كتجي فريق بحال هذا كيعطيك واحد الاشعاع في العالم، وكيجيب لك بحال كالمنتخب الوطني والوداد والى اخره. كل ما الرياضه وصلت لمستوى عالي كل ما كتسهل عليك باش تجيب مستثمرين، والبلاد محتاجه المستثمرين. هكا خصو يفكروا الناس. يعني انا كنقول سياسه عموميه كل شيء خصو يشارك، يعني ما ديرش اللي كتسمى السياسه بالقوه الناعمه سوفت باور، يعني بان الدوله كتولي عندها اشعاع عن طريق الرياضه مثلا بحال قطر مع البي اس جي مثلا. اسمح لي سي محمد، لا استثني بحال الاعلام، لانه الاعلام ايضا خصو يكون محترف باش يساير الركب. علاش قلت لك في البدايه؟ لان خصنا نرجعوا دائما للبدايات. قلت لك في البدايه خصنا، ما حدنا هنا فرحانين وعندنا واحد الراحه وكنحسوا براسنا بخير وعلى خير، جلسوا كاملين جميع الفاعلين في الرياضه المغربيه ونجيو نقولوا اشنو اللي خصو يدار. لانه مثلا حنا دابا كنشكروا مثلا سي القجع، هذا راه هذا مشروع ديال شخص مثلا، ولكن الشخص يذهب وهذه تبقى الجامعه. واش كل مره خصنا نحتاجوا شخص فقط مثلا؟ هذا سؤال. لان انا ما عنديش، بالعكس خص هاد المشاريع تولي مشاريع ديالنا كاملين، وكنظن الا دفعناها كاملين فغادي يمشيو بعيد. سمع عبد الرحيم، هو التدخلات كلها مشات في واحد الاتجاه بان نستثمروا هاد الانجازات اللي وقعت واللي تحققات. الا شتي الخطاب ديال جلاله الملك في افتتاح ديال الدوره الخريفيه 13 اكتوبر ركز على واحد مشروع تنموي جديد في مجموعه ديال المجالات. فاعتقد بان الرياضه اساسيه في هذا المشروع هذا. صحيح بان القوى الوطنيه ديالنا لا تهتم بالمجال الرياضي، وهذا النقص وخطا. فالرياضه شو كيفاش حركات الشارع كله. شوف الناس كانوا مستعدين يشتريوا البي ديال الوداد والاهلي اضعاف اضعاف بلا ما يتحاسبوا. اذا وعندك تقريبا اكثر من 3000 او 4000 شخص اللي مشاو لكوت ديفوار باش يحضروا المقابله. فكنضرب 8000 الفكره ديالي. قلت بان هذا المشروع هذا التنموي ضروري تكون حاضره فيه. علاش؟ لان ابعاد اقتصاديه سياسيه دعائيه تحفيز الطاقات
فهذا العامل هذا اللي ولا يوفر مئات الالاف ديال المناصب الشغل، موارد ماليه قاره مهمه، عائلات وكتحسن الوضع الاجتماعي ديال الناس. الا شتي القروج كيفاش ولا ستار من لا شيء مسعد، فعامل تنموي اساسي. ففروض ان الرياضه تلعبوا، فكنظن بان هاد الانجازات الحقات دافع ضروري ان ندفعوها في الاطار واحد الاقتصاد رياضي اللي يكون فيه رافد للتنميه ويكون فيه تحفيز للطاقات وخدمه المؤسسات. لان الرياضه في المغرب نعاود نرجع للجامعات، ولكن كما قال السيونس اللجنه الاولمبيه ما تحولهاش لمؤسسات، ناس مرتبطه باشخاص وبمشاريع ديال الاشخاص. فكنظن خاصنا نديروا نعطيك واحد الرقم الى سمحتي، واسمح لي سي مشكاح، الممارسون المؤمنون كره القدم في المغرب إحصائيات ديال 2016-2017 64,593 عندهم أمون، يعني اللي عندهم أسيونس، يعني عندهم أسيونس كيفير كي عندهم رخصة كي مارسوا إلى آخره. واش كتظن برقم بحال هذا علاش كندوى على المستقبل؟ راه المستقبل كيتصنع اليوم، يمكن إلا ما كانش كيتصنع 64,000 ألمانيا عندهم 6 مليون ديال المخالفين. فوالا يعني لا هو هو غير هذا الإنجاز لا أحد يختلف على أنه خصو تستثمر نحو الأفضل. والافضل حينما نتحدث عن كره القدم هو بطولتنا الوطنيه اللي كنسميوها اليوم بطوله احترافيه، خصها ترقى الى هذه التسميه. اولا على مستوى التدبير والحكامه، اذا توفر هاد العنصران الحكامه وحسن التدبير في الانديه فاكيد انه غادي تكون عندنا نتائج محترمه. التدبير وحسن الحكامه عنده علاقه بالتكوين، لا يمكن ان يكون عندنا لاعبين كيف قلتي قبل قليل اللي عندهم قدره انهم يحترفوا في اوروبا بدون ما يكونوا خضعوا لواحد التجربه ديال التكوين في مراكز تحت اشراف مؤطرين اللي عندهم كفاءه وعندهم اهليه. اليوم هذا المشروع داخل فيه الجامعه، ولكن المفروض الانديه تنخرط فيه ايضا. لما انخرطتش الانديه فغادي يبقى كانه يعني مشروع في الفراغ. هذا واحد السؤال نطرح لكم، يعني سؤال موحد لكم انتم الثلاثه، ننتظر الجواب ديال كل واحد فيكم. شنو العمل، ما الخطوات اللي خصنا نديروها باش المشاركه المقبله في كاس العالم تكون مشاركه مشرفه، وبان ما تكونش فقط مجرد الحضور ونمشيو يعني للدور الاول ونقدروا راجعين بحالنا في الدور الاول؟ شنو العمل يعني في هذه المده ديال السنه اللي باقى لنا؟ جواب في 30 ثانيه. لا، المؤكد بان احنا ما غاديش غادي ننافسوا على كاس العالم، غنكونوا حمقين الا كنا كنتخيروا، ولكن نرفعوا السقف الطموحات. لا مزيان تكون حمق في هذه الحوجه. لا نقول لك غنديو كاس العالم، لا ما يمكنش. على الاقل ظهور مستوى عالي ومشرف، وعندنا الامكانيات خاصه على المستوى التقني، عندنا لاعبين في مستوى ومجموعه متكامله وقطع الغيار موجود على مستوى الاحتياط، مدرب في مستوى، امكانيات متوفره، غير هو كيفاش تربحوا المستقبل. هذا هو النقاش. سيونس كنظن انا غوناغ راه غيتزاد في الصالير ديالو الله يزيدو، هو يفكر الطريقه اللي كتبان معقوله، لانه بصدق لا بصدق فصحفي ماشي هو تقني باش نكونوا حاسبين في هذه المساله هذه. يمكن كما قالوا الاخوان قبيله نكون عندنا انطباعات، فعندنا منتخب جيد فيه ديك الهوموجينيتي، فيه انسجام، فيه تجانس الى اخره، ف ممكن يكون حضور ديالو جيد. علاش؟ لان اللاعبين اللي كاينين الان في المنتخب كلهم كيلعبوا في مستويات عاليه في اوروبا، فهما كيعرفوا هذوك اللاعبين اللي غادي يكونوا في نفسهم الملاعب ممتازه جدا. فان شاء الله يكون خير. سي احمد، هو رهان ديال المنتخب المغربي في كاس العالم غيكون هو الذهاب الى ابعد نقطه، على الاقل تجاوز الدور الاول، ولما لاعب المباراة ديال الربع. ولكن خصنا قبل ذلك ننتظروا ما ستسفر عنه القرعة ديال الفاتح من دوجنبير باش نشوفوا الخصوم ديالنا. أكيد أنه الخصوم ديالنا نكون في مجموعة رحيمة. نعم، من خلال المعطيات الأولية هو أننا نحن في قبعة الرابعة معنا السعودية تنعتقد كوريا، وبذلك غادي يكون غنكونوا في مواجهه ديال المنتخبات مصنفه افضل منا بحسب التصنيف ديال الفيفا. شكرا لكم، وصلنا لنهايه هذا البرنامج الذي خصص للحديث عن فوز المنتخب المغربي على النظير الايفواري يوم امس وتاهل نهايه كاس العالم. مره اخرى اشكركم سي احمد مشكح صحفي بجريده المساء، شكرا لك. سي محمد روحلي صحفي بجريده باهي اليوم، شكرا لك على الحضور. وسي يونس خراشي صحفي بجريده اخبار اليوم، شكرا لك على الحضور. شكرا لكم للمشاهده، والى اللقاء الاسبوع المقبل. شكرا. See you next time.